أخينا إياه اكتشف إنه مريض سكر، ومن ساعتها وهو ماشي على روشتة العلاج زي الألف، لا بيزود ولا بينقص. في المواعيد المحددة للكشف بيكون على باب العيادة، يمكن قبل ما الدكتور يوصل. بينفذ تعليماته بالحرف الواحد، تاكل كذا وتشرب كذا يقول حاضر، تلعب رياضة وتمشي نص ساعة في اليوم يقول أوامر، لازم تحافظ على ساعات نومك يقول عينيا. بس تقريبا ودنه بتتسد في اخر جملة الدكتور بيقولها له، وهي اللي بيحذره فيها من التدخين وبيؤكد عليه ضرورة الابتعاد عنه. مش بس ما يشربش، ده كمان ما يقعدش جنب حد بيدخن. بيسمع الجملة دي من هنا ويفوتها من هنا، ويخرج من عند الدكتور وهو بيتمتم، هو ايه يعني علاقة التدخين بالسكر؟ هي اي فزلكة وخلاص؟ لا يا سيدي، مش اي فزلكة وخلاص. هقول لك ايه علاقة التدخين بمرض السكر، وهوضح لك مخاطره اللي ممكن تضيع مجهودك وانضباطك في العلاج، وهخوفك من مفاجآته الغير سارة اللي ممكن في لحظة تدمرك وتعمل لك مضاعفات خطيرة جدا نتيجة تفاعلهم مع بعض. بقول لك ايه، ما تيجي نخلي اصابتك بالسكر فرصة انك تتعافى من التدخين وتنساه خالص. ايوه، نروض المرض اللي انت زعلان ان هو جالك، ونخليه سبب في انك تتخلص من مرض اكبر واخطر للاسف انت اللي مختاره بارادتك ومتشعبط فيه برغبتك. بس خد بالك، في حاله ان انت ترفض الاقتراح اللي هقدمه لك، هتدخل في نفق مسدود اسمه تشابك الامراض مع بعضها. النفق ده اوله مرض ونهايته أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد، المصلح والمخطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في مهنة طبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس، والله على ما أقول شهيد. النهارده بيتكلم عن الاقلاع عن التدخين وعن دور وزاره الصحه في حمله الاقلاع عن التدخين ضمن حمله 100 مليون صحه. في طبعا عندنا في حمله مليون صحه ابتدت بوجود توعيه عن مخاطر التدخين وعن الامراض اللي ممكن يسببها، عن وجود عيادات دلوقتي تساعد المدخنين لكيفيه الاقلاع عن التدخين بطريقه سهله وميسره. طبعا اتكلمنا النهارده عن اضرار التدخين وخاصه على الامراض الصدريه، ومنها امراض كثيره جدا مثل مرض السده الرئويه، مرض الربو الشعبي، مرض الالتهاب الرئوي والدرن، وكمان امراض ثانيه زي امراض سرطان الرئه، ودي اهم حاجه. من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عنها وركزنا عليها هي ان التدخين ممكن يكون مصدر لنقل عدوى كثير من الامراض، خاصه الامراض المعديه ومنها مرض الدرن. طبعا مرض الدرن من الامراض المعديه اللي ممكن تنتشر عن طريق التدخين، وخاصه في التجمعات المغلقه زي تدخين الشيشه، الى جانب ان التدخين نفسه بيقتل الاجهزه المناعيه بتاعه الجسم، وخاصه الاهداب اللي ممكن تمنع وتصد اي ميكروبات ممكن تدخل جوه الجهاز التنفسي، فبتخليه اكتر عرضه للعدوى بالميكروبات وخاصه مرض الدرن. مفيش حد بيجي في مكان بجلطه او ذبحه صدريه بنقول له انت مدخن ولا لا، الا لما بيكون مدخن او كان مدخن وبطل، وده برضو للاسف هو ده مش سبب ان يخليك ان انت مش عرضه للاصابه، لان كنت مدخن وبطلت برضو هيكون عرضه للاصابه. عشان كده بقول للناس، مش معنى كده ان انا اقول ان انا هدخن شويه وهسكت او انا لسه صغير لما اكبر. كمان ضغوطات الحياه اللي حوالينا ده عامل كبير جدا من عوامل الخطوره، فبالتالي الاهم من ان انا اقول لك خد علاج الضغط او خد علاج السكر او حافظ على نفسك، ان اقول لك كل كويس واشرب كويس وحافظ على نشاطك البدني، ولو مدخن بطل التدخين مش عشانك بس، علشانك وعشان صحتك وعشان اقتصاديات البلد وعشان اقتصاديات الاسره وعشان اطفالك، لان كمان بيروحوا
ضحايا للتدخين السلبي. الفرد بيستهلك يوميا كم سيجارة بالمتوسط، والكم سيجارة دي بتتحول لكام جنيه، وبالتالي بتأثر على دخل الفرد بتاعه، بتأثر معاه ازاي، وعلى المجتمع من الناحية التانية المبالغ اللي بتبقى at the end of the year يعني على آخر السنة، كم الصرف بيبقى عامل ازاي، كم الصرف ده فيما يخص فقط انك بتشتري سجاير او شيشة او انواع من انواع التبغ اللي هي المتنوعة. لكن في عندك جزء تاني بينشق عليه اللي هو معدل الصرف على الأمراض المترتبة على التدخين. طيب لما هنيجي نتكلم على المنظومة دي كلها بقى ونبص على اقتصاديات الأسرة، لأن أنا كان التوبيك بتاعي تأثير التدخين على اقتصاد الأسرة اقتصاديا ونفسيا. في مشاكل أسرية كتير بتحصل نتيجة خلقك ضيق عصبي، ما هو نتيجة أن أنت عندك أول أكسيد الكربون، نسبة الأكسجين عندك في الدم مش هتبقى كافية أنت أو المدام. طب الأولاد، طب أنت عندك الأولاد بقى في عندنا مشاكل تانية أخرى مترتبة على التدخين، وخصوصا اللي بيدخنوا في البيت. كتير من مرضانا بيبقوش واخدين بالهم أنه التدخين من أكتر الحاجات السلبية اللي ممكن تأثر بشكل سلبي على كل أجهزة الجسم، مش بنتكلم بس على الرئة وسرطانها وأمراضها وحساسية الصدر وخلافه، لا حتى بقية الأجهزة، حتى أنواع مختلفة من السرطان. الجمع بين التدخين ومرض السكر معناه باختصار محاولة التوفيق بين نقيضين، اتنين عكس بعض، وزي ما تعودنا في معاملاتنا الحياتية ان ده بيكون مستحيل، لان كل واحد منهم بيكون له اتجاهه الخاص. التدخين بيزود ازمات مريض السكر وبيضيع مجهوده في العلاج، وبالرغم من كده بنلاقي فيه اصرار من بعض المرضى على الاستمرار في التدخين. طب ده ينفع؟ تعالوا ناخد روشتة الإقلاع الفوري عن التدخين علشان مريض السكر يقدر يقاوم ويحافظ على نفسه، وكمان يتعامل مع مرضه الصديق. من ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة. أهلا بيك يا دكتور مرة تانية. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. احنا بنتكلم النهاردة عن حاجتين، التدخين ومرض السكر. عادة بنتكلم عن التدخين لوحده وأضراره، وعن مرض السكر لوحده وأضراره. فهو في علاقة بين التدخين ومرض السكر؟ بمعنى اللي بيدخن هل هو عرضة أكتر أنه يجيله سكر؟ هو طبعا الاثنين، طبعا السكر كمرض والتدخين كآفة، ودلوقتي بتعتبر برضو كمرض، لأنه طبعا بيؤدي إلى نوع من أنواع الاعتماد على النيكوتين اللي موجود، فبنصنف يمكن المدخنين كأنهم فعلا مرضى. فكل مرض من دول له المضاعفات بتاعته وله أثر الضار على الجسم. هل المرضين دول لهم علاقة ببعض؟ وهل لو اجتمعوا في بني آدم واحد هل ده ممكن أو يأثر أو يضاعف من الأضرار الجانبية، سواء بتاعة السكري أو بنسميه مرض السكر وبين التدخين نفسه؟ بالطبع أيوة. مريض السكر، يا حضرتك هنا بتتكلم على أن مريض سكر بيدخن فمضاعفات المرض بتزداد اكتر. طب هل اللي بيدخن وما عندوش سكر ممكن يجيله سكر معرض بنسبه اعلى؟ بالظبط. يمكن في بعض الدراسات قالت يمكن بين 30-40% من المدخنين ممكن يكونوا عرضه ان يجيلهم سكر او المضاعفات بتاعتهم اكتر من غيرهم. ده ليه؟ ده نسبه كبيره قوي يا دكتور. طبعا، لان التدخين زي ما بنقول بيتلف الانسجه بتاعه الجسم، بيأثر على الأوعية الدموية، بيأثر على كل أعضاء الجسم. احنا عارفين ان زي ما قلنا كده ان اول اكسيد الكربون الناتج من احتراق التدخين ده طبعا بيدخل الدورة الدموية، بيأثر على مسار الدم في الجسم، بيقلل من نسبة الاكسجين المستخدم، بيقلل من نسبة عملية التمثيل الغذائي الامثل للانسان، فبالتالي ممكن طبعا يؤدي الى زي ما بنقول ضعف عمل البنكرياس، وده واحد من اعضاء الجسم اللي ممكن تتاثر بالتدخين، فبالتالي ممكن يؤدي الى الاصابه بمرض السكر. يعني البنكرياس بيتاثر بطريق غير مباشر، بطريق عن طريق غير مباشر حرمانه من الاكسجين اللازم له، وعن طريق حرمانه من الغذاء اللازم له. بالظبط. فبالتالي طبعا بيؤثر على افراز الانسولين اللي هو اللازم لحرق الكربوهيدرات والنشويات، فبالتالي ده بيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، إلى جانب عدم التحكم في نسبة السكر. يعني ممكن يؤدي إلى ارتفاع لنسبة السكر، لأن طبعا كتدخين ممكن المدخن يهمل في العلاج، فيؤدي بطريق مباشر إلى عدم التحكم في السكر، ضعف الأنسجة بتاعة الجسم،
ضعف الأوعية الدموية اللي ممكن تؤدي بعد كده إلى عدم الإمداد الغذائي أو الدموي لبعض أعضاء الجسم، فبالتالي برضو بيؤثر على عدم التحكم في مرض السكر. طيب يعني مرض السكر دلوقتي بمضاعفاته اللي هو احنا دايما نقول ان هو هيبقى صديق للانسان، تمام، من اللي بيدخن عمره ما هيبقى صديق للانسان ده اكيد، لان طبعا مضاعفات مرض السكر مضاعفات كتيره جدا طبعا بتؤدي الى بعض الاصابات في كثير من الجسم، بتؤدي الى بعض الامراض اللي هي زياده، لان طبعا السكري ده ممكن يؤثر على الاوعيه الدمويه، ممكن يعمل مضاعفات على الكلى، ممكن يعمل طبعا المضاعفات بتاعته نفسها اللي هي بتؤدي الى الغيبوبه سواء بارتفاع نسبه السكر او انخفاضها، ممكن يؤدي طبعا الى خلل في الاوعيه الدمويه فبيؤدي الى الكثير من الجلطات، ممكن تبقى جلطات في القلب، ممكن تبقى الجلطات الدماغيه، ممكن يؤدي الى الكثير من التعرض للالتهابات المعديه زي الالتهابات الرئويه بيكونوا اكثر عرضه من مرضى السكر، الالتهابات الفيروسيه، واحنا بنشوف الكلام ده في فصل الشتاء اكتر، يمكن بنقول ان الجهاز التنفسي بيتاثر عند مرضى السكر اكتر من غيرهم، الاصابه ببعض الالتهابات المعديه مثل الالتهابات الرئويه والدرن، فبنلاقي ان المدخنين بقى بيكونوا اكثر عرضه من حتى مرضى السكر العاديين الغير مدخنين. وهل المدخنين من مرضى السكر كمان التدخين بيأثر على فاعليه الدواء اللي بياخدوه؟ احيانا طبعا بيكون في تفاعل ما بين الادويه وما بين عند المدخنين، فده طبعا بيقلل كفاءة الدواء نفسه اللي بيؤثر أو بيخفض نسبة السكر في الدم، فده بيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر وتعرض المدخن اللي هو عنده السكر للدخول في المضاعفات اللي احنا بنقول عليها أو الغيبوبة اللي ممكن تحصل عنده في أي وقت من الأوقات. وفي طبعا أكتر وأشهر حاجة اللي بتأثر في الأوعية الدموية وبنشوفها كتيرة جدا التقرحات اللي بتحصل في الأطراف اللي ممكن حتى تؤدي بعد كده القدم السكري بيقولوا عليه، القدم السكري، وممكن يؤدي إلى بتر القدم وطبعا إعاقة الإنسان وعدم قدرته على العمل بعد كده. والله يا دكتور أنا دايما بحاول ما أخوفش الناس، بس أنا المرة دي عايز أخوفه. ده لازم، يعني التقرحات اللي بتحصل في القدمين أو في الأطراف هتزداد كتير قوي مع التدخين، فخلي بالكم يعني أكيد. لازم نقول لهم كده. ده أكيد. طيب التدخين والسكر ده مرض وده مرض، الاثنين بيأثروا على الشرايين في الجسم، لما بنوصل بقى للشريان التاجي اللي بيغذي القلب بتبقى مشكلة أكبر. حضرتك بقى اتكلمنا شوية عن المشكلة دي ممكن توصل لإيه. تمام، أول حاجة لو مسكنا السكر لوحده هنلاقي السكر أحيانا بيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون في الدم، وطبعا ده بيؤثر على الأوعية الدموية، بيؤدي إلى ضيق في الأوعية الدموية، وأكتر الشرايين اللي ممكن تتأثر هي شرايين القلب. ده من جانب. طب المدخن، المدخن طبعا من المواد اللي هي بتؤثر الى ضيق الشرايين عندنا النيكوتين، ده من ضمن الحاجات من المواد الاعتمادية، الى جانب طبعا بعض المواد الاخرى اللي بتؤدي الى ضيق في شرايين القلب، فبيكون طبعا هذا الشخص معرض للازمات او النوبات القلبية اكتر من غيره سواء اللي هو غير مدخن او اللي غير مصاب بمرض السكر، فطبعا ده بيؤدي الى نوبات وازمات قلبيه قد تؤدي الى الوفاه. يعني التاثير هنا بيبقى مضاعف. مضاعف طبعا. مره علشان ان مريض السكر بيبقى عرضه ان شرايينه تكتسب بعض الدهون. بالظبط. ومره تانية ان كمان المواد اللي في النيكوتين او المواد اللي في السيجاره ممكن تضيق كمان الشرايين. تضيق الشرايين. ده مشكله كبيره. مشكله كبيره جدا، وطبعا طبعا النصح طبعا للناس اللي هي عندها مرض السكري لو ما اقلعش عن التدخين بدري هيزود المضاعفات عنده. انا يعني طبعا هي مشكله كبيره، مش عشان الشريان يضيق، هي مشكله كبيره ان هيبقى عرضه اكتر للجلطات. بالظبط. الجلطات دي عامل من عوامل الوفاه، فيعني لازم نحترس فيها قوي يعني. طبعا يعني بنلاقي حتى بعض الناس اللي ممكن تيجي تصحيهم من النوم خلاص يعني ادى طبعا الى الوفاه، لان طبعا ملوش وقت، يعني فرصه ان المريض يعني يحصل له ازمه بالمنظر ده هتبقى مضاعفه عاليه جدا. خلصنا القلب، نخش على الرئه، تخصص تمام. حضرتك تمام، الرئه بيحصل فيها ايه؟ الرئه بقى لو مسكنا موضوع الرئه هنشوف التدخين ونشوف طبعا مرض السكر، ولو هما الاثنين اجتمعوا مع بعض احنا عندنا طبعا المدخنين، طبعا في اصابات كثيره جدا للرئتين للتدخين، في أمراض شهيرة جدا إنها مرتبطة بالإصابة بالتدخين زي
نوبات الربو الشعبي، مرض مشهور جدا ارتباطه بالتدخين. للأسف الإنسان ممكن يعيش بيه عمر طويل جدا وهو تحت العلاج، لكن بيعيش عيشة غير صحية، نسميه مرض الانسداد الشعبي أو السدة الرئوية، مرض مزمن. الإنسان مش قادر يتحرك، نسبة الأكسجين اللي داخلة في الجسم قليلة، طاقته على العمل ما بتؤداش بالطريقة المرضية طبيعي، فبالتالي بيكون مجهوده أقل وقدرته على العمل قليلة، فبيؤثر سواء على دخله أو على اقتصاد البلد نفسها. مرض خطير جدا جدا هو سرطان الرئة وارتباطه بالتدخين. مرض آخر زي الدرن الرئوي وكل الالتهابات اللي ممكن تدخل جوه الجسم، ده نتيجة إن الجسم بيفقد الأجهزة المناعية بتاعته نتيجة التدخين سواء السجاير أو الشيشة، فطبعا بيؤدي إلى التدخين. مرض ابتدى يظهر بصورة منتشرة جدا وبدأ في الولايات المتحدة، وارتباطه بالفيب أو السيجارة الإلكترونية اللي ابتدت تنتشر دلوقتي جدا، مرض بيأثر على الرئة، بيؤدي إلى التهابات، بيؤدي إلى فقدان الرئة لوظائفها بطريقة سريعة جدا. ممكن المريض بيدخل رعاية مركزة، بيحتاج إنه يتحط على أجهزة تنفس صناعي. لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة. نسب الوفيات ابتدت تعلى جدا في الولايات المتحدة، الإصابات دلوقتي تسجلت لأكثر من حالة إصابة، نسب الوفيات دلوقتي تخطت 28 وفاة، وما فيش ارتباط بين الحالات دي وأي حاجة تانية غير موضوع تدخين السيجارة الإلكترونية، فموضوع خطير جدا. تخيل بقى حضرتك مع الموضوع ده كله في واحد عنده مرض السكري اللي هو بيؤدي أساسا إلى تقليل كفاءة الجهاز المناعي، فبيخلي الجهاز التنفسي عرضة أيضا للإصابة كمان بهذه الأمراض، فبيضاعف نسب الإصابة بهذه الأمراض أكتر. ده دكتور احنا دايما بنوعي المدخنين على قد ما نقدر، بس النهاردة مقارنة التدخين بمريض السكر احنا كده بننبه الناس ان بقى فيه ضعف، بدل ما كنا بنقول لك خلي بالك بنقول لك خلي بالك مرتين بالظبط. في حاجه كمان عايزين نتكلم عليها، اتفضل. التدخين ومرض السكر وتاثيرهم على الاداء الجنسي، تمام. هل بيؤدوا الى ضعف جنسي عند الرجال؟ احنا لسه قايلين دلوقتي ان مرض السكر بيؤثر على الاوعيه الدمويه. الناحيه الجنسيه عند الرجال طبعا لازم يكون في تدفق دموي كويس للأداء الحالة الجنسية بطريقة مثلى أو بطريقة كويسة. طيب في خلل في الأوعية الدموية نتيجة ترسبات الدهون والحاجات دي، فده بيؤدي إلى ضعف العملية الجنسية. تاني حاجة بيؤدي طبعا إلى تقليل الخصوبة، لأن الأكسجين اللي هو بيساعد على العملية الجنسية قل نتيجة وجود أول أكسيد الكربون، فده بالتالي برضو بيقلل من ناحية الفعالية الجنسية. إلى طبعا بيؤدي إلى ضعف الحيوانات المنوية في بعض الأحيان، فبيؤدي إلى إصابة بعض الرجال أساسا بالعقم كمان في العقم. بالضبط، يعني التدخين والسكر مجتمعين بيؤدي طبعا إلى العقم. طبعا احتمالية الإصابة بالعقم بتكون كبيرة جدا. في أي وسيلة دكتور علشان نحد من التأثيرات دي؟ الإقلاع عن التدخين. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة، معالجة السكر معالجة كويسة، والتحكم في نسب السكر الطبيعية في الجسم. معالجة السكر يعني لو فرضنا ان الشخص قدر يصاحب السكر وبقى صديقه، تمام. فده معناه ان هو بيعالجه كويس وبياخد ادويته في مواعيدها وبيحافظ على نوعا ما على اكله، لكن مش قادر يدخن، مش قادر يبطل قصدي تدخين، هيعمل ايه؟ احنا طبعا ما يقللش. طيب يعني لو شرب مثلا 10 سجاير في اليوم 5 سجاير في اليوم ما يقللش؟ محدش يقدر يقول كمية السجاير أو استخدام وسائل أخرى للإقلاع عن التدخين ممكن تقلل المضاعفات دي أو لا. يعني ممكن تكون سيجارة زي 10 زي 20 زي 30، محدش يقدر يحددها. يعني ممكن سيجارة واحدة بس تعمل نفس المفعول اللي بيعمله 10 سجاير. فعشان كده الجماعة دول بننصحهم، يعني وزارة الصحة والسكان عاملة يعني حملة جميلة جدا للإقلاع عن التدخين ضمن حملة 100 مليون صحيح. صحة يقدر يروح يدخل، او ممكن قبل ما يروح يفتح الموبايل بتاعه يدخل على الفيسبوك يدخل على الانستجرام يشوف حملة 100 مليون صحة بتقدم له ايه، ايه هي التنويهات، ايه هي الطرق اللي ممكن تساعده على الاقلاع عن التدخين. موجود عيادات للاقلاع عن التدخين في مستشفيات الصدر في مستشفيات الصحة النفسية، يقدر يطلب المساعدة هناك على اساس انه يقدر فعلا يقلع عن التدخين في فترة وجيزة
مع السيطرة على السكر يقدر يتجنب كل المضاعفات اللي احنا بنقول عليها. يعني احنا هنرجع نقول ساعد نفسك. أكيد. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعدك، بس لازم انت اللي تبتدي بمساعدة نفسك الاول وبعد كده احنا نكمل معي. بالضبط، هيبتدي وهيلاقي الفريق اللي يساعده على انه يكمل طريقه في الاقلاع عن التدخين. الدكتور وجدي امين، مدير عام الادارة العامة للامراض الصدرية بوزارة الصحة، انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. طبعا كل الشكر لحضراتكم والبرنامج الحكيم في بيتك والحملة 100 مليون صحة اللي بتقدم كل الدعم علشان يبقى في إنسان مصري بيعيش صح، بيعيش حياة صحية سليمة مقلع عن التدخين، بتوفر له كل الدعم علشان يعيش حياة فيها صحة وسعادة واقتصاد عالي. وده طبعا نحب نقول حاجة مهمة جدا، هي ممارسة الرياضة بتساعد على الإقلاع عن التدخين وبتساعد أيضا على التحكم في مرض السكر. أكيد يا دكتور، لو صحتك سليمة وزي الفل وتهد جبل زي ما بنقول، بلاش تدخن، بلاش حتى تقرب من اللي بيدخن، ابعد وحافظ على صحتك، ما بالك بالشخص المريض بمرض مزمن. فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمرة، استنونا بعد الفاصل. النهاردة حابة أتكلم معاكم عن إزاي أرضع البيبي بتاعي بشكل صحيح، وإن أنا أعمل حاجة اسمها التقام عميق للثدي. أول حاجة الأم المفروض أنها بتختار مكان تكون مستريحة فيه، ظهرها يبقى مفروض لازم تكون مستريحة وهي قاعدة في وضعية الرضاعة. الحاجة التانية البيبي بتاعي أنا بشيله على أدية، بيكون مستقيم، جسمه كله مفروض مسنود كويس، يعني ممكن أستعين مثلا بمخدة تسند إيديا، وملاصق ومواجه ليا، يعني بطن البيبي لازقة في بطن مامته. المقعدة بتاعت البيبي بتبقى على راحة ايدينا ورقبته بتبقى حرة الحركة عند منطقة الكوع. دي طريقة شيل البيبي. الحاجة التانية انا لازم اعمل سبورت للثدي بتاعي كويس علشان اعرف ادخله جوه بق البيبي بشكل صحيح. بعمل ايه بقى؟ بحاول ان انا اسير البيبي على خده وعلى شفايفه بحيث ان هو يفتح بقه اكبر فتحة ممكنة، بحيث ان انا ادخل الثدي بتاعي على قد ما اقدر جوه بقه، لان التارجت بتاعي او الهدف ان البيبي يعمل التقام عميق للثدي، بمعنى ان البيبي بتاعي ياخد الثدي باكبر جزء من الهالة البني اللي حوالين الثدي. احنا لسه قايلين من شوية ان البيبي بتاعي هيفتح بقه جامد جدا، فاذا لما نيجي نبص على الزاوية اللي ما بين الشفايف اللي فوق واللي تحت الاقيها واسعة جدا ومفرجة، الهالة البني يدوبك جزء منها باقي بسيط جدا اللي باين فوق، وتحت مفيش حاجة باينة خالص. تمام، دقن البيبي بتبقى ملاصقة للثدي والشفايف بتاعتنا بتبقى مقلوبة لبره. ابتكارات العلم والطب ملهاش حد، كل يوم في جديد في كافة التخصصات. صحيح المرض واحد، بس طرق العلاج والتدخلات الجراحية بتتجدد بشكل مستمر، الأهم إن كلها بتصب في صالح المريض. من ضمن الابتكارات دي ظهور ما يسمى بالجراحات الملاحية في علاج مشاكل العمود الفقري. تعالوا نتعرف عليها ونعرف عنها تفاصيل أكتر من ضيفنا اللي منورنا في الأستوديو، الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور ومشرفنا. أهلا بك دكتور. يعني إيه جراحة ملاحية؟ الجراحة الملاحية مفهوم جديد وحديث في الطب، تم اقتباسه من الملاحة، عالم الملاحة. يعني إيه عالم الملاحة؟ لقوا لما السفينة بتبقى في وسط المحيط حيث لا أي معالم مرئية بالعين المجردة، عملية الملاحية مهمة جدا جدا عشان البحار يقدر يتعرف على إحداثيات المكان والاتجاهات بتاعته والزمان كمان، ويقدر من خلالها يوصل للمكان بتاعه بطريقة آمنة وبطرق يتم فيها التعامل مع متغيرات الطقس، متغيرات سرعة الرياح والحاجات دي كلها، فيقدر يعرف يوصل لفين. المفهوم بقى أكبر لما بقى فيه عالم الطيران، الطيار بيطير على ارتفاعات عالية مش شايف طبعا الأرض تحت منه وما يقدرش يحدد في إحداثيات بترتبط بخروج الطائرة من المطار وصعودها و
ده اسمه عالم الملاحة. في علماء عكفوا على استخدام هذه التقنيات جوه العمليات الجراحية، لأن احنا عندنا المخ مقفول جوه بوكس عظمي اسمه الجمجمة، وكذلك العمود الفقري مقفول داخل بوكس عظمي اسمه العمود الفقري، وأنسجة المخ بالعين المجردة كلها متشابهة، مش هتقدر تعرف الفص المسؤول عن الحركة ولا الفص المسؤول عن الكلام إلا لما تبقى عارف التركيب التشريحي بدقة، وتربط التركيب التشريحي ده، لأن في واحد راسه هتبقى مطولة، واحد راسه هتبقى مبططة، واحد راسه هتبقى منبعجة. التركيب ده مفروض يبقى معروف لكل مريض. هيتعرف ازاي؟ بالأشعات وبأجهزة رسم أجهزة رسم العصب داخل غرفة العمليات. طب تعالى بقى كمان لما المريض يبقى عنده ورم مبوظ التركيب التشريحي ده، أو مغير فيه، أو عنده نزيف، أو عنده تمدد شرياني، أنت عايز تعرف الطبوزة دي ضغطت على مركز معين وأنسجة المخ، وكلنا عارفين المخ شكله يطار إزاي. لما حاجة بتضغط هيزق ده يجيبه شمال ويجيب ده يمين، الدنيا اتغيرت تماما. هتعرف ده إزاي أنت كجراح بالعين المجرد؟ الإحداثيات زي ما حضرتك قلت اتغيرت. الإحداثيات دي عشان تصل إليها بدقة وتقدر تستأصل الورم ده، كأنك بالظبط حاطط حباية فراولة جوه علبة زبادي. هتفتح علبة الزبادي هتجيب الفراولاية ازاي من غير ما تعمل اي مشكلة في شكل الزبادي المتجمد ده. نفس القصة. هتقدر تستأصل ورم من المخ ازاي؟ بالطرق التقليدية. كان المريض بيطلع بشلل، بيطلع بمشاكل كتيرة جدا في العمليات التقليدية. المريض بيحتاج يقعد في الرعاية المركزة لفترات طويلة، ومش كل عملية في العمليات التقليدية بنقدر نعمل اللي احنا عايزينه وتنجح العملية. من هنا تم استحداث الجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية ببساطة هستخدم ايه وسائل، هستخدم ايه اساليب، هستأصل الورم ده، وانا بستأصله بتطلع لي الصور، وده يمكن هنعرضه في الفيديوهات ونشوف بالفيديو الموضوع ببساطة ازاي تم. وانا بستأصل الورم الآلة بتاعتي ظاهرة على الخريطة بتاعت المريض. ايه خريطة المريض؟ هي الأشعة بتاعته ورسم الأعصاب بتاعه اللي بيقول لي ان النقطة دي مركز الحركة، النقطة دي مركز الكلام، النقطة دي مركز الإبصار. لما اجي اشيل الورم كمان الجراحة الملاحية هتقول لي انا شلت الورم كله ولا جزء منه. هتقول لي النزيف ده مصدر النزيف الشريان اللي منفجر فين بالظبط، هقفله هو الأول وبعدين افضي النزيف، وهكذا. وبالتالي انا عندي وسيلة مبتكرة حديثة جدا هتخليني اعرف كل حاجة داخل المخ وانا بشتغل، والأهم من ذلك هتخليني أعمل العملية دي بفتحة صغيرة جدا أو من ثقب صغير، وساعات نعمل العملية من الفتحات الطبيعية من الفم أو من الأنف أو من خلف الأذن. يبقى احنا دخلنا للمخ من حتة بسيطة جدا، إما فتحة صغيرة جدا أو فتحة طبيعية زي فتحة الأنف أو فتحة الفم، وقدرنا نصل إلى المكان اللي فيه الورم ونستأصل الورم دون أن نؤثر على التركيب الطبيعي لخلايا المخ. طب ايه الامراض اللي ممكن نستخدم فيها الجراحة الملاحية يا دكتور؟ كل عمليات المخ وكل عمليات العمود الفقري نستخدم فيها الجراحة الملاحية، ويا حبذا لو نقدر نستخدم فيها الجراحة الملاحية. ليه؟ لانها بتضيف لي ابعاد اخرى غير العين المجردة، بتضيف لي دقة عالية جدا، بتعرفني الانسجة الطبيعية من الغير طبيعية، وده صعب جدا، ما يقدرش حد يقول الكلام ده إلا اللي بيشتغل عمليات في المخ والعصب والحبل الشوكي العصبي، وبيفاجأ إن ممكن يبقى عندي غضروف مغير شكل الحبل الشوكي تماما، ممكن يبقى عندي كسر مغير تركيبة الحبل الشوكي والعمود الفقري. فلما يبقى عندي الجراحة الملاحية وأبدأ أغير، وكل اللي بغيره يظهر لي إنه تعدل لإيه والشكل بقى إزاي، هطلع بعملية ناجحة جدا جدا. يعني بالنسبة للجراح هي بتكون أكثر دقة، والجراح بيبقى مطمن أكتر هو بيشتغل، إن هو يعني لو في حاجة عمل شال كل حاجة من غير ما يسيب حاجة زي ما بيقولوا، فهو شايف الكلام ده. لكن هي ليست بديل للجراح الجيد. واللي يعرف يتعامل مع الجراحة الملاحية لازم يبقى جراح محترف وشاطر طبعا. جدا
لان بعض الناس تعتقد ان هو بيعتمد على الوسيله دي عشان يعمل العمليه، اصله ما بيعرفش يشتغل. كلام بعض الناس بتقول كده، صدقني احنا بنضحك على الكلام ده لكن بنسمعه. الجراحه الملاحيه هي تولز زي اي تولز، زي واحد بيركب طياره يقدر طيار ماهر جدا يهبط بالطياره دي في اصعب الظروف المناخيه وفي تغيرات الطقس العنيفه جدا وينزل المطار بامان تام، وفي طيار ما يقدرش تحت ظروف معينه تحصل حوادث الطيران اللي احنا بنسمع عنها. وبالتالي هي الجراحه الملاحيه ليست بديل لجراح شاطر، ولكن هي اداه في يد جراح شاطر جدا بيستخدمها ليه؟ عشان يوفر على المريض سيناريوهات كثيره جدا، زي فوائدها ان العمليه هتطول قوي لو ما استخدمش الجراحه الملاحيه، لو استخدمها تبقى قليله جدا، الوقت هيتقلص من 8 ساعات او 10 ساعات لساعتين او ساعه ساعه ونص، هنا وقت التخدير كمان طبعا بما له من تبعات على القلب والكلى والكبد طبعا، وعلى افاقه المريض بعد العمليه. الحاجه الثانيه والاهم ان انا ممكن اعمل العمليه من فتحه صغيره جدا بدل فتحه كبيره تقليديه. الحاجه الثالثه ان انا هتاكد وانا بعمل العمليه من الاماكن الطبيعيه بتاعه المخ، فمش هدخل اشيل ورم من على مركز الحركه يطلع المريض مشلول، لا ممكن يطلع عنده ضعف في الايد والرجل بس يرجع يتصلح تاني. يبقى انا قللت المضاعفات، قللت المخاطر، قللت الوقت، قللت الفتحه، وبالتالي قللت قعده المريض في المستشفى، قللت الاحتياج للرعايه المركزه والاجهزه الكتيره اللي بقى المريض محطوط عليها بعد العمليه. طيب اهم حاجه كمان ان انا حافظت على الانسجه الطبيعيه وقدرت اعدل الامر الى وضعه الطبيعي بشكل كبير جدا، ومن ثم استخداماتها لها فوائد كثيره جدا. طيب بالنسبه للعيان يا دكتور، دايما بيتقال في الجراحات المعقده بتاعه المخ والاعصاب العيان لازم يقعد في الرعايه الاول، وبعد كده بيروح الاوضه يقعد اسبوع اتنين تلاته على حسب نوع العمليه، فالعيان الريكفري بتاعه او بياخد وقت طويل جدا، يعني ان هو يرجع طبيعي تاني او يقدر يروح بيته مع كل الاحتياطات اللازمه، الموضوع ده بيشكل يعني زي ما بيقولوا تفكير بدل المرة عشرة لأي عيان رايح يعمل أو بيفكر يعمل عملية في المخ والأعصاب، سواء في العمود الفقري أو سواء في الجمجمة في المخ. فالعمليات الجراحة عن طريق الملاحة بتوفر للمريض ده إيه؟ هو بص، يعني مسألة إن المريض يقعد في الرعاية المركزة بعد أي عملية كبيرة مسألة مهمة جدا، ودي حفاظا على حياة المريض، بس بدل ما يقعدوا أسبوعين ثلاثة ممكن يقعدوا 48 ساعة 24 ساعة، بدل ما يقعدوا في الرعايه المركزه وانا موصله على اجهزه التنفس وخراطيم ممكن اطلعه في الرعايه المركزه فايق وبيتكلم وبيتجاوب واهله يزوروه ويطمنوا عليه، بدل ما يقعد في المستشفى في عمليه كبيره اسبوعين ثلاثه بيقعد ثلاث ايام خمس ايام لما تبقى العمليه كبيره قوي، بدل ما يقعد يحتاج تاهيل وعلاج طبيعي لشهور لا ده بيطلع يمشي على رجله. فهي طبعا ده متهيئ دي اهم حاجه، لان طبعا بعد العمليات دي فعلا بيتوجه لطبيب الطب الطبيعي علشان يكمل معاه شهور. فعلا هيتوجه لطبيب الطب الطبيعي. لا مش منع الجراحه الملاحيه مش موجود، لا موجود، بس انا بدل ما اروح اعمل علاج طبيعي 6 شهور او 9 شهور هعمله اسبوع 10 ايام بكتيره. كمان حاجه مهمه جدا، في اورام كثيره جدا في المخ بتبقى اورام حميده وبيبقى عدم استئصالها بالكامل يؤدي الى ارتجاع الورم. لما بتستخدم تقنيات الجراحه الملاحيه انت بتقدر توصل لنسبه استئصال 100%، ومن ثم نسبه ارتجاع الورم بتقل في الاورام الحميده الى 0%، فده حاجه مهمه جدا. تعمل عمليه للمريض يطلع كويس، يطلع بصحه كويسه، ما فقدش حاجه، والاهم انك استأصلت الورم من حته خطر جدا بالكامل. افترض ان الورم ده في منطقه حساسه جدا زي الاورام اللي على جذع المخ او في قاع الجمجمه، ممكن المريض يطلع ببعض المضاعفات لان ده حاجه بيسموها الخواجات انيفيتابل، يعني غير قابله لانك تمنعها. مجرد انك بتشيل ورم من على جذع المخ في حد ذاته ممكن يطلع عنده بعض الضعف في اعصاب الوجه او البلع او هتقدر تعمل حاجات تانيه تطلع المريض ده من المضاعفات دي بسرعه عن لما تعمل الجراحات التقليدية. انا كنت لسه هسأل حضرتك على موضوع المضاعفات، لان طبعا اي جراحه ايا كانت بيبقى ليها شويه مضاعفات. هنا احنا هنقارن بين الجراحه التقليديه والجراحه الملاحيه،
في المضاعفات، في نسبة المضاعفات، في نسبة المضاعفات أقل بكثير جدا جدا جدا. وبرضو لازلت بأكرر الموضوع كله مرهون بمهارة الجراح وخبرته في التعامل مع الأمر. وهو ليه الجراح بيختار دي ويعمل بيها؟ حفاظا على أنه يحصل على نتائج أحسن وأعلى. ليه ابتكروها كعلم؟ لتطويع المشاكل الصعبة اللي كنا بنواجهها في العمليات التقليدية. طب هل الأدوية اللي العيان بياخدها بعد الجراحة بتبقى نفس الأدوية بنفس دايما بيبقى فيه كورس مكثف كده بعد أي جراحة بيتاخد لمدة معينة، فهل العمليات دي بتوفر على المريض هذه الأدوية؟ لأن طبعا كل أدوية بتدخل الجسم ليها أكيد طبعا سايد افكتس أو المخاطر بتاعتها يعني. طبعا أنت لما تقارن التعافي في وقت قصير غير التعافي في وقت طويل، التعافي وانت عندك مضاعفات كبيرة غير التعافي وانت ما فيش مضاعفات او مضاعفات بسيطة، فبالتالي نسبة الادوية بتقل، الانقطاع المريض عن عمله بيقل، المريض انه يبقى في حالة طبيعية بعد العملية. يعني اورام الغدة النخامية المريض النهاردة بيقعد في المستشفى يوم تاني يوم بيروح تالت يوم. ليه؟ احنا بنعمل عمليات الغدة النخامية بالمنظار عن طريق الانف، ما بيحتاجش بقى ممكن ما يحتاجش رعايه مركزه غير ساعتين ثلاثه نطمن عليه وخلاص. فبالتالي انت قللت حاجات كتير جدا. ودايما بنقول ان الحاجه هي ام الاختراع. ليه اخترعوا الميكروسكوب؟ عشان ما كناش بنشوف في العمليات التقليديه بشكل كويس. اخترعوا ليه الجراحه الملاحيه؟ لتطويع الاماكن والمناطق الصعب الوصول اليها، ده حاجه، وللتفرقه بين الانسجه الطبيعيه وانسجه الاورام وانسجه المخ الطبيعيه وانسجه الورم، ولاحداث التغيرات، التعامل مع التغيرات اللي أحدثها المرض، ولعلاج المرض علاج كامل شافي دون المساس بالأنسجة الطبيعية. وبالتالي كلها وسائل. يمكن احنا عارضين في الفيديوهات اللي عارضينها حاجات بتوضح لنا ده بشكل مبسط جدا، المرضى يقدروا يستشفوا أو يفهموا ليه اتعملت الجراحة الملاحية. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب القصر العيني بجامعة القاهرة، احنا بنشكر حضرتك جدا، واحنا أكيد الناس بتستفيد من التكنولوجيا الجديدة، وأرجو أن التكنولوجيا دي تبقى موجودة أكتر في كل حتة في مصر مش بس في القاهرة. احنا بنشكرك يا دكتور. ما تردوش بالوصفات التقليدية القديمة، ما تحرموش نفسكم من نور العلم وابتكارات الطب. اسألوا مرة واثنين وثلاثة قبل ما تعملوا عملية علشان تحصلوا على أفضل النتائج بأقل تعب. فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه مستمرة، استنونا بعد الفاصل. الحقيقة سألت نفسي كتير إزاي جراح السمنة يقدر يخدم المريض بتاعه، أكيد بصرف النظر عن إن هو يكون جراح شاطر ويكون ملم بكل ما هو جديد في عالم جراحات السمنة ومتمكن من أدواته. هل ينفع عشان نخدمه ونحاول نقلل من تكلفة العملية نعمل بأدوات غير أصلية؟ أكيد لا. هل ينفع نشتغل بالأدوات اللي هي بتستخدم مرة واحدة ونستخدمها لعشرة مرضى عشان نقلل التكلفة؟ برضو أكيد لا. هل نعمل بأعلى كواليتي بصرف النظر عن التكلفة؟ برضو إحنا شعب اقتصادياً بيتأثر وأكيد بنحاول نقلل التكلفة. الحقيقة بعد دراسة كبيرة لقيت إن إحنا لازم نحاول نعمل بأعلى كواليتي وتكون بأقل تكلفة. لا يمكن إن إحنا نعمل عملية ما فيهاش عنصر الأمان، ولا يمكن ان احنا عشان نقلل في تكلفة العملية نحط المريض في خطر ولو 1%. لا يمكن عشان اقلل من تكلفة العملية نجري العملية في مستشفى سيئة غير مجهزة، لكن لازم يبقى اعلى كواليتي في الادوات ولازم اعلى كواليتي في التخدير وفي المستشفى وفي كل الامكانيات، وبرضو بنحاول تكون بأقل تكلفة.
مرضى سكر بتتخن ولا بتخس؟ كتير منهم بنلاقيه وزنه بيزيد، يا ترى ده ليه؟ هو ده أكل زيادة ولا دواء زيادة ولا إيه بالظبط؟ تعالوا نعرف حكاية مرضى السكر مع التخن والدايت من الدكتورة منى الجزيري أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتورة، مشرفانا. ربنا يخليك. طيب إحنا في الأول نعرف الأول مريض السكر ممكن يتخن ليه؟ شقين. أول حاجة إن مريض السكر أوقات بيبقى حد بيحب الأكل ومش مراعي إن هو بقى مريض سكر، ده أول حاجة. تاني حاجة أوقات بيبقى دواء السكر هو سبب تخن مريض السكر، ليه؟ أول ما المريض بيبتدي ياخد، وده دايما بيحصل في الأول، أول ما المريض بيبتدي ياخد دواء السكر هو لسه مش واخد عليه، فبيبتدي دواء السكر وظيفته إيه؟ إن هو يوطي سكر الدم. ان سكر الدم ينخفض ده بيبقى بيتريجر او بيحفز الجوع، ده اول حاجه، او ان المريض يحس ان هو هبطان فيعمل ايه؟ ياكل، فيبتدي ياخد دواء السكر وياكل زياده، ياخد دواء السكر وياكل زياده. المشكله ان هو ما بيرجعش لدكتوره يقول له يا دكتور انا الدواء بيجوعني باكل زياده عشان الدكتور يقلل له الدواء، لا بيتعامل مع نفسه يبتدي يزود اكله فيبتدي وزنه يزيد. يعني تفتكري لو واحد خد نص حباية سكر هيبقى بيفترض مع نفسه كده يعني ان هو ممكن ياخد اي حاجة؟ لا هو مش كده، وياكل اي حاجة وياكل اللي هو عايزه واللي نفسه فيه. في مرضى سكر بتعمل كده على فكرة، بس دول اللي هم مش محترمين خالص ان هم عندهم سكر، بيتناسوا ان هم عندهم سكر، ودول مشكلة فظيعة. ده بالإضافة لوزنهم اللي بيزيد هم بيعيشوا سكرهم عالي، وده بيعرضهم لكل مشاكل السكر بدري. طب يعني لما بيعملوا كده وزنهم بيزيد ولا بيبقى فيه مضاعفات أخرى؟ مضاعفات السكر بقى كلها، ما أنا طول ما أنا مخليه سكر الدم في حالة ارتفاع أنا بعجل بالكومبليكيشن بتاعت السكر، بكل المضاعفات بتاعت السكر، بكل مضاعفاتها، سواء بقى على الأوعية سواء على الشبكية سواء على الكلى، انا بعجل بالمضاعفات. لكن انا لما احترم كميه الاكل بالادويه اللي انا باخدها اللي بيها سكري في الاخر قراياته تبقى دايما متظبطه، هي دي الطريقه بالظبط كده. طب هو في مشكله لمريض السكر مع قصه الدايت دي؟ ما بيحبوهاش هم، ما بيحبوهاش لان خلينا نقول مش ما بيحبوهاش، لا الحقيقه هم يعني بيبقى نفسهم يخسوا، بس هي مشكله لما اعمل دايت لمريض سكر لازم ابقى دكتور متمكن اللي بيها اقدر اظبط الدواء مقارنه او مقابل كميه الاكل اللي انا مديها له. يعني انا ما ينفعش يجي لي مريض سكر يخش لي العياده واسيب له ادويته زي ما هي واقلل له كميه الاكل، ده يعرضه ان سكره ينخفض ويعني تحصل مضاعفات كتيره. انا كنت لسه هسالك، هو في فرق بين الدايت بتاع مريض السكر والمريض العادي؟ الدايت الكونسيبت بتاعه واضح واحد خلينا نقول، لكن مريض السكر بطبيعه الحال مشكلته ايه؟ مشكلته دايما مع كل ما هو نشويات، رز عيش مكرونه بطاطس حلويات. فمريض السكر بدايت او من غير دايت لازم يحترم ان الحاجات دي تتاخد بكميات محدده جدا. ومريض السكر اوقات يتحايل على القانون كده ويقول لك طب ما انا هزود جرعه الدواء عشان اكل ازيد. دي بتبقى نتيجتها ان هو يتخن. بزود جرعه الدواء علشان اضحك على نفسي واشوف قرايه مظبوطه، بس انا باكل زياده عن احتياج جسمي فانا بتخن. طب وده وهو لو ما عملش كده مش هيتخن؟ لو هو مشي بياخد جرعه الدواء، اقصد ان دواء السكر والمرض نفسه ما بيلعبش دور في التخن. لا 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 لا، اللي بيلعب دور في التخن الاكل دايما، السكر ما يتخنش. مربط الفرس. لا لا لا، السكر مالوش دعوه، هو ما بيتخنش ابدا، لكن هو انا اللي بقرر انا باكل كم قد ايه وايه اللي زياده عن جسمي بيتخني. طب يعني مريض السكر ممكن ياكل حلويات؟ مريض السكر ممكن ياكل حلويات، بس خلينا نتفق ليها مواصفات. اولا لازم الكميه تبقى اقل ما يكون، يعني انا ما اقدرش اجيب حته تورتايه قد كده واقول لمريض السكر كلها، سواء كان بياخد ادويه سواء كان النوع الثاني او النوع الاول، ايا كان، حتى لو انا هزود جرعه الانسولين او مفيش، يعني الادويه اللي بالبق ما بتاثرش بشكل مباشر على كم الاكل اللي انا هاكله ايميديتلي غير الانسولين. في جميع الاحوال ما ينفعش اكل كميه كبيره. عايز ياكل حاجه حلوه ياكلها بكميه صغيره، وانا دايما بنصحهم كلوا حته صغيره من الحاجه الحلوه اللي انتوا عاوزينها وامشوا 10 دقائق ربع ساعه بخطوه سريعه.
انت بتعجزيهم يعني؟ لا ده بقى بالعكس. ده انا بساعدهم. احنا مش عايزين سكر الدم في الاخر يرتفع، لان اكتر خطوره على مريض السكر ان انا اعيشه في ارتفاعات وانخفاضات في السكر، طالع نازل طالع صحيح. نازل، وبالتالي انا مش عايزه الحته الصغيره دي اساسا مش هتبقى بتاثر جامد قوي، وانا عايزه اضمن ان ما يبقالهاش تاثير خالص على مستوى السكر في الدم. فاقول له كل حته صغيره وقوم امشي 10 دقايق ربع ساعه بهروله كده شويه، يبقى احنا ضمننا ان احنا في الامان. لازم كل حاجه، مريض السكر لو احترم مرضه هيعيش حياته طبيعيه تماما، ومش معنى ان هو يحترم مرضه ان هو هيعيش محروم من الاكل اللي هو بيحبه. لكن زي ما دايما بنقول حتى بالنسبه للي ما عندوش سكر، يا جماعه ناكل باعتدال. الاعتدال بتاع مريض السكر ده هو الكميه اللي ما تعليلوش سكره، هو ده كلمه الاعتدال. هنا بقى ليها مواصفات اللي هي قد ايه ما بيعلي مش بيعلي السكر بتاعك، او قد ايه يتناسب مع جرعه الدواء اللي انت بتاخدها. طب ودي بتتظبط ازاي يا دكتوره؟ دي بتتظبط، ما هو الدكتور لما بيحدد له الدواء او جرعه الانسولين، سواء الدواء بالبق او جرعه الانسولين، بيقول له كل قد كده قد كذا، فهو الدكتور هو اللي بيحددها له. ومع الوقت المريض مريض السكر بيفهم نفسه، يعني مريض السكر يقول لك انا هاكل دي وهاخد كذا شرطه انسولين. مرضى السكر بيبقوا في منتهى الذكاء والخبره مع الوقت، فبتبقى هي معروفه لان هي ليها حسابات، قد ايه كربوهيدرات يقابله قد ايه كام شرطه انسولين، دي معروفه وكل الدكاتره عارفينها. بس المريض لازم ياخد وقته كده ان هو يتعلم ازاي سكره يبقى مظبوط. حضرتك بتفكريني بكتاب وقع في ايدي مره. الكتاب ده موجه لمرضى السكر على وجه التحديد. الكتاب ده فيه كل حاجه ممكن ياكلها بالكالوريز بتاعتها. يعني من او كل حاجه في الدنيا تقريبا بالكالوريز بتاعتها، بس دي محتاجه ثقافه من نوع مختلف. وخلينا نتفق على حاجه، ما هو في كالوري، كم الكالوري ونوع الكالوري. يعني انا ما ينفعش اساوي الكالوري اللي طالعه من البروتين بالكالوري اللي طالعه من الرز والحلويات بالنسبه لمريض السكر، ما ينفعش. البروتين مش هيعلي له السكر بتاعه، لكن لو اخذ نفس الكالوري في شكل نشويات طب سكره هيعلى. فدي لازم مريض السكر يفهمها كويس قوي، هي مش بس بعدد الكالوري، لا هي بنوع الكالوري دي طالعه من انهي نوع من الاكل. طب يعني احنا دلوقتي بنعمل بالانس او توازن بين الانسولين او بين العلاج اللي المريض بياخده والاكل اللي هو بياكله. طبعا. طيب لو واحد، احنا كنا بنتكلم ان الناس بتتخن في مرضى السكر، فاول الفقره كنا بنتكلم ان مريض السكر اللي وزنه زياده. احنا دلوقتي هنعمل له دايت ووزنه هيخس. تمام؟ تمام. بعد كده هو رجع تاني وزنه يزيد. ما هو زي ما حضرتك قلتي هو بقى خبير. يقدر ازاي نفسه في حاجة يقول لك طب هاخد شوية، طب هنفضل كل شوية بقى رايحين جايين على الدكتور عشان يعمل لنا دايت؟ لا، ما هو مريض السكر المفروض لما يعمل دايت مع دكتوره برضو يتعلم ازاي يثبت وزنه بالجرعات اللي توصلها، يعني اللي زبطت معاه مقارنة بالأكل ده، ويستمر عليها بقية العمر. يعني مريض السكر، انا دايما اقول لمريض السكر ما تتعاملش، ما فيش حاجه اسمها يعني في اللي ما عندوش سكر. اوقات يقول لي طب انا خارج النهارده فانا هاكل بيتزا، هزود الاكل النهارده ويزود الاكل النهارده. دايما اقول لمريض السكر اوعى تعمل الحركه دي، لان اللي ما عندوش سكر في الاخر هو الموضوع على قد ان وزنه هيزيد او ان هو مش هيخس الاسبوع ده. لكن مريض السكر لما يزود الكميه حتى لو كان بياخد انسولين فزود جرعات الانسولين هو بيتخن، فدي ما تنفعش مع مريض السكر. مريض السكر لازم يحترم الكميات اللي هو بياكلها من النشويات بانواعها في جميع الاحوال طول عمره. زي ما حضرتك قلتي، مرض السكر اللي يحترمه يعيش كويس طول تماما عمره. تماما، ويأجل المشاكل والأعراض الجانبية بتاعته للعمر كله. دكتورة منى الجزيري أخصائية التغذية العلاجية، أنا بشكرك. أهلا وسهلا. بعد اللي سمعتوه في فقرتنا النهاردة، مريض السكر ياخد باله من أكله وياخد باله شوية من التعليمات اللي قلناها علشان يقدر يحافظ على جسمه. حلقتنا خلصت، بس موضوعاتنا متجددة ومستمرة. نشوفكم على خير إن شاء الله.